صباح النور، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقيتوني يلا غادي نفطر، وموراها غادي نقضي شي شغل في الدار زربه، وغادي نخرج باش نشوف شنو خاصني وشنو باقي. راكم عارفين دابا العيد قرب وكلشي يجري عليا نجري عليك، وقلت علاش لا نديكم معايا. لقيتوني خرجت شويه روطار، يلاه ساليت الشغل ديال الدار، راكم عارفين تعدينا وجمعت لينا الزربه، ودابا جينا لو موسو كو ادو بغيت نشوف القالو لي كاين دو صوب وبغيت نشارككم معاكم. صراحة لقيت دي سولد غزالين وأثمنة خيالية، كاين بعض الحويجات اللي كيوصلو حتى 25 درهم 30 درهم، وسورتو البنيتات كاين لو شوا بزاف، عندك ما تختاري، عندك ما تشوفي، حتى الوليدات كاين الاختيار. لقيتوني دابا خرجت من المول، وقلت ندير معكم دويره تشوفوا طنجة بالليل بالاضواء ديالها الزوينه، بدات كتعمر تبارك الله، وهي صراحه عامره صيف وشتا، ولكن في الصيف كتزاد والناس كلشي كيخرج بالليل، مهم طالعه. بالنسبة للناس طنجة ضروري نعرف هاد البلاصة شنو هي، أنا بغيت نعرف على الناس اللي خارج طنجة. هادي سميتها مرقالة، كطلع على البحر، صراحة فيها جو غزال ومنظر رائع. كنتمنى أي واحد برا لينا طنجة يجي لهنايا ويشوف هاد المناظر الغزالة اللي هاد المدينة هادي.
كانت هذه الدورة ديالنا، كنتمنى نكون تحققت عليكم ونالت الإعجاب ديالكم. ودا باقيتوني غادي نمشيو نتعشاو وراها نشوف حياتنا الدار. دابا لقيتوني غا دخلت للدار من بعد ما لبستو الوليدات، قلت لكولي انا كنرتاح فيه من بعد التمارين ديال النهار كلو، وضروري خاصني نتفرج شي فيلم اولا سيري. وبغيت نشارك معاكم هاد الفيلم هذا اللي كيبغي يتفرج صراحه، فيلم تركي رزاز، تفرجت له مره الاولى وهادي لا دوزيام فوا باش غنشوفو، وبغيت نشاركو معاكم. ودابا خليكم تصبحوا على خير. الى فيديو قادم ان شاء الله.